هذا فليك ونوع اللي صنع في بريطانيا. حسب ما عرفت ان اذا حطيته وسخنته ما يذوب نهائيا، فهذا الفليك راح اسخنه بالمايكروويف ونشوف شنو يصير. اوكي الحين نحطه داخل هني، نحطه بالوسط هالصوب، ولا تبونه بمكان ثاني؟ تمام، سكر عليه ونحط دقيقة على التايمر ونشوف شو يصير. شوف يذوب ولا ما يذوب لمدة دقيقة واحدة. اوكي خلونا نشوفه. او الصحن حار زين، يعني شوية لان بس مو يعني بس لين لكنه مو ذايب. هذه قطعة ثانية نحطها، بحطها على الجانب الأكبر على أساس الأملس علشان يلمس الأرضية ونشوف شو يصير لو نسخنه على الجولة. اوكي خليها حارة نشوف شو يصير. ولا حتى قاعد تفكك يعني. ها اوج، يعني هني حار فوق المقلاة، يعني من غير ما تلمس حرارة. كل اللي صار انه صار محروق. طيب خلونا نجرب تجربة أخيرة، نمسكه ونحطه على النار مباشرة نشوف شو يصير. طبعا عيب الفليك انه يتفتت بسرعة، بس لاحظوا هذا قاعد يحترق ولا يذوب ولا ذاب، قاعد يحترق صار فحم ولا ذاب، صار قطعة من الفحم بس ما يذوب. فإذا الفليك طبعا اوتش البريطاني ما يذوب. يعني الأنواع الثانية جربت اللي يصنع في مصر، اللي يصنع في مصر يذوب لكن البريطاني لا. يتفتت، مشكلته انه يتفتت بسهولة، يحترق ولا يذوب.